السلام عليكم شيخ، انا اسمي مولاي روبات تيفي، مرحبا بك معايا من جديد. انا تتواجد بمدينة سخيفينين، يعني بمدينة اللي قريبة للهاي. الناس تعرفوها يعني العرب والمسلمين تعرفوا لهاي، يعني مدينة لهاي موجودة فيها المحكمة الدولية. انتم تكتشفوا معايا هذه المدينة، تنظروا الجزء الرابع هذا. يلا مرحبا. هذه مدينة ساحلية هذه، هاد البنت هادي تدير هاد الشي مع الموسيقى. الهوتيل كور هاوس معروف، يعني هذا هو هذا بشكل كامل كما تنقولوا، يعني دي ريستوران دي كافي. يعني كما قلت لكم هنا راه كاين لتحت وكاين تاسي سبوف، الناس عاديين جالسين تياكلوا. هنا تخرج من هنا تمشي للبحر، طويل طويل بزاف. شي كاين دي ريستورون هنايا لتحت على البحر، وكل ريستورون عنده لو ديزاين ديالو. شيو البحر ليه كل واحد واش تيختار لي كيفاش الفوق اللي تيبغي يسمع. وعاد كاين لو كومون سابيل سميتو دو غورس فلاك، شي يعني زوين الكلسات هنايا. وهذا هو لوطيل كور هاوس معروف، يعني هذا. وكاين ديك كريزي بيانو، هذاك راه واحد ديسكوتيك. هو ملي تيكون الجو هنا زوين، يعني بكل صراحة زوينة بزاف، وتا بالليل واخا تيكون البرد زوينة، يعني ما ولكن بالصيف يعني تكون كيما تنقولوا الحرارة وهذا مزيان شكل آخر. إنسان راك عارف الصيف شتا، شي لوطيل شي تلبس ديك الكرسي الفوق عاوتاني تشوف منظر جميل، شي لاتيراس ديالو الفوق. الباناكوك عايشة هنا، كاين داكشي ديال كومون سابيل بانكيك. هنا لي كرون كافي معروفين، كرون كافي كاين فيه باصا شي الطواب اللي ولاو جداد. شوفوا هاد الديكور هذا، شي هاد النوع ديال الطواب هما هاد النوع، هاد النوع هذا ولدا واعر بكل صراحة. زوين هنا هاد الكافي هذا، شي لو ديكور ديالها. هنا سبحان الله، هنا كل كافي وعنده لو كومون سابيل لو ديزاين ديالها، هي قهوة بالديزاين ديالها. سمعت ان كي تهبط هنا كاين حيت الباركينغ راه تما، من تما تجي لينشان عاد تاني هاد الجهة. كاين هاد ديال ليغولان حتى هي صايبوها، سيرها غير مصايبينها بحال الشكل ديال ليغولان. ها هي صايبوها، هنا هادي تاهي زوين. هاد ريستورون اللي عندها واحد ليكور بحال اللي راك في السفاري، هاي زنزبار. هاد زنزبار باش كلوب واعرة تاهي. دابا هاد الموسيقى مثلا سبحان الله تيخليو شتا شي. هنا عندهم هنا كيفاش هادشي ديال الباربيكيو وهذا، شي تتجلس وتتحطو لك تما، تيجيبو لك داك اللحام ولا الحوت اللي دومانديتي وتدير الباربيكيو راسك.
راه تما كاينه هذيك الحصه تعشى خلي راك زنزبار عالم اخر هنا بكل صراحه شي راه دابا دوك تي شي راه دابا دوك كاسين تيشويو تما يعني اوتر مون كيما تنقولوا نشوفوا هاد الثاني من الجهه الاخرى هنا كاينه ثاني هاد هاد لا تيغاس ديال فوق هادي كامله مشات دي ريستوران دي كافي وكل واحد يعني عنده كيما تنقولوا هو لو شارم ديالو القهوة المهدية ديال المغرب شتي كل قهوة عندها لو شارم ديالها شتي انا هذا واحد الاكواريوم هذا النهار جاي ندير لكم ثاني ان شاء الله واعته و في ميتشر النينيو شي انا قلت لكم كل القهوه وشنو عندها فور يوتيوب يس هيك هذا سووني في اليوتيوب عزيز نزوجوك في اليوتيوب ازيدي كاع ما تخاف هذا الاكواريوم انا واعر هذا الشهر غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو خاص به شي عندهم كورنيش توب هذه سميتها بورا يعني كل قهوة عندها الديزاين ديالها بوحده هذا هو الاكواريوم تشوفوا بعدا غير من هنا كي داير من برا مره اخرى نجي نصور لكم ان شاء الله شي اسمه السي لايف سكيبينغ هذا الداخل ديالو هذا نصور لكم ان شاء الله ايمان دي كافي ريستورون راه فين مشيتي وكل وحده وشنو عندها سبحان الله شي هاد لي ديكور هادو هذا جالس يخمم مسكين الاصدقاء ديال العمل تقريبا شي شهر ونص شي وهذه الطوب هذه شوف الموني مكتوب يعني منقوش هادشي ديال الماكله اللي كاينه هنا شوف ناقشينها في هاد اللوحه يعني ماشي مكتوبه منقوش هادشي يعني كاين شي حوايج عندهم شي منقوش هادشي راه منقوش يعني ماشي تقول مكتوب شتي وانت تقرب تيبان لك زوينه هادي الفلسفه هادي بلو لاغون شي تيجلسوا الناس هكذا غنمشيو نهبطو كاع نشوفو حنا دابا غير مع هاد الموسيقى الا ما سمعتوش الصوت ديالي عرفو راه مع الموسيقى شتي اللي تيجلس فوق هذا جالسين كاين اللي في سميتو دابا الناس بزاف يستغربوا هاد هولندا كيفاش هاد دابا هادشي راه في هولندا دابا كيما دابا يجيو يقول لك بحال اللي راه في الاسبان ولا هادشي راه في هولندا شي ثاني عند الناس اللي جالسين لا شوف لها عاد ثاني قلت لكم كاين دي ريستورون الفوق وكاين الثاني لتحت يعني اللي بغيتي كاين ثاني دابا هادو دابا هادوك الكراسه وانا راه تابعين لهاد لي ريستورون تمشي تجلس تما تمشي تجلس هنا يعني كل واحد وشي راه كل واحد وشنو تيبغي جيت تجلس على الثاني هنايا
الشيء. انت جالس هنايا على البحر وهذا المناظر الرائعه عاد يعني سخيفينيغن. الناس اللي جاوا لهولندا ضروري خصني يجيو. غنخلي لكم يعني في صندوق الوصف ان شاء الله كومون صافي لادريس وكل شيء. راه قريب روتردام هي رشيد فاميليت من روتردام هنايا. والحوت هنا انا جيت هنا حتى بالحوت احسن ما كاين هنا الحوت. هذا بس تعتقد انها تشوي الحوت الراس. شينا كل يبغي كل ريستورون لو ديزاين ديالو. شوف الثاني هذا لو ديزاين ديالو. ديزاين ديالو ما عاد تيديرو داك لكان الريح على الرمل تيديرو دوك اللعيبات باش ما يطرشكش الريح. ومازال هو طويل. دابا قلت لكم دابا هذا الجزء الرابع للناس اللي ما شافوش ودخلوا عندي هذا اول مره جات. راه كاين اجزاء يعني كانت الاجزاء كاينين من هذا باش تشوفوهم. لان بكل صراحه يعني فيديوهات في مستوى يعني رائع بكل صراحه. ما فيه زعما تقول يعني كاين ما يتشاف شي حاجه. هذا قبل ما تدخل تيجي تيدير لك عتاني لي موني ديالهم هادو كل واحد وشنو. اظن مشاهدي قناه مولي لاف تي في غادي يحبس هاد الفلوق هنايا ويلا نوض الفلوق ان شاء الله. يلا نتمنى هاد الفلوق يعجبكم ومرحبا مع السلامه.